جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول صاحبة هذه الرسالة: رزقت بطفلة وسميتها رالة، ومعنى هذا الاسم بنت النعامة. أصحيح أن هذا الاسم حرام وسوف أعاقب إذا ما تركته وسميت ابنتي به؟ جزاكم الله خيرا. هذا الاسم ليس بحرام، ولكن تحسين الاسم واختيار الاسم الفاضل أحسن، وأما أنه حرام فليس بحرام. نعم.